لماذا حرم لبس الذهب عند الرجال؟ كلنا يعلم الحرب التي دارت ريحاها بين العدو الأكبر إبليس أعاذنا الله منه وبين أبينا آدم عليه السلام، ولقد توعدنا الملعون إبليس بأن نفعل أعمالا تغير خلق الله فينا حتى لا تستقيم السبيل التي نسلكها إلى الله، وبيان ذلك في قوله تعالى: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم تكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وقد جاءت الشريعة بتحريم تشبه الرجال بالنساء والعكس، وهو من باب حفظ النوع ودوره ومهمته التي خلق صفاته لأجلها. فغاية الزواج الأولى حفظ الجنس البشري من الزوال وإدامة تناسله وخلافة الإنسان في الأرض حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. حين نقول أن الشريعة الإسلامية قد حرمت لبس الذهب للرجال لأنه خاص بالنساء وهو تشبه بهن وهو تغيير للصفات التي لا تنبغي للرجل، فإننا بهذا القول لا نجيب عن السؤال الذي يقول: لما حرم الله لبس الذهب على الرجال؟ فهذا سؤال خاطئ، لأن الله عز وجل لا يسأل عن أفعاله، فهو القائل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بل هو الجواب عن الحكمة من تحريم الذهب على الرجال. وليس هذا كل شيء، فكل يوم يتم اكتشاف حقائق عن غايات تحريم الشرع كثيرا من الأمور. وما هي مقاصد الشريعة من أحكامها؟ فكم من أحكام كانت قديما مجهولة ومع التطور العلمي الحديث تم اكتشافها. وقد أثبتت الدراسات وجود أضرار على الرجال بسبب لبس الذهب من خلال هجرة ذرات الذهب التي تنتقل عبر الجلد وتصل إلى الدم، ومع تراكم ذرات الذهب في الدم تسبب الكثير من الأمراض مثل مرض الزهايمر. ولكن عند المرأة ما يحصل أنها كل شهر تعمل على تجديد الدم في الجسم من خلال الدورة الشهرية. كما أن لبس الذهب يؤثر على القدرة الجنسية لدى الرجال.